ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبخير. انا معاكم مس مدونة جميل، مدرسة الدراسات الاجتماعية، ويلا بينا نكمل بقية مظاهر الحضارة المصرية القديمة. احنا اتكلمنا في الاول عن الحياة الاجتماعية، اتمنى ان انتوا تكونوا ذاكرتوا الدرس كويس اوي، فهمتوه وحليتوا عليه، ويلا بينا نبدأ النهاردة الدرس الثاني وهو ابداعات مصرية الكتابة والادب. خدنا قبل كده في الترم الاول ان الانسان المصري فيه عدة عوامل ساعدته في حياته، يعني الانسان المصري ده كان مستقر بس بسبب وجود عدة عوامل وحاجات ساعدته في الاستقرار ده. طب ايه هي العوامل والحاجات دي اللي ساعدت في استقرار وبناء الحضارة الفرعونية العظيمة والاهرامات والمعابد الاثرية؟ ايه هي العوامل دي؟ العوامل اللي ساعدت في ازدهار حياة المصري القديم مثلا نهر النيل، طبعا ده اول واهم عامل، والموقع طبعا المتميز، والمناخ المعتدل، كل العوامل دي بتساهم في تطور الحياة المصرية القديمة. لان لو ما عندناش نهر النيل فبالتالي مش هيكون عندك مية علشان تزرع ولا حتى تشرب، فهتضطر ان انت تستخدم المياه الجوفية، وده كان في الوقت القديم او في الزمان بتاع المصريين القدماء ما كانش متاح زي دلوقت، لكن زمان الموضوع كان صعب. فبالتالي الموقع المتميز، طبعا احنا عارفين ان احنا بنقع وسط قارات العالم علشان كده موقعنا متميز، والمناخ معتدل ده لان موجود في مصر، ودايما احنا عارفين ان مصر من اكتر البلاد اللي فيها مناخ متميز جدا سواء في الصيف او في الشتاء. وفي عامل تاني انا بضيفه، هو عامل استقرار الانسان المصري القديم. ما كانش في البداية بيحب الحرب، بيحب ان حياته تكون حياة سلام واستقرار، وطبعا ده اللي ساعد ان يطلع الابداعات بتاعته. لان لما الانسان بيكون مستقر في حياته فبيكون عنده وقت ان يفجر ويطلع الابداعات اللي موجودة عنده في الهندسة والفلك والجغرافيا والطب والكتابة والتاريخ والعلوم وكل شيء في حياته. علشان كده ظهر لينا الحضارة المصرية القديمة. لكن الانسان المصري بالرغم ان هو ما كانش بيحب الحرب وبيحب ان حياته تكون سلام واستقرار، الا اذا ان لقي ان بيته تعرض للنهب او ارضه تعرضت للاحتلال، في الوقت ده بيمسك سلاح، وفي الوقت ده بيحمي بيته، بيحمي ارضه، بيحارب الاعداء. تعالوا كده ندخل في اول جزء عندنا وهو الكتابات المصرية القديمة. الانسان المصري القديم كان موجود في الوقت ده عنده 4 كتابات مصرية، تمام؟ كم نوع؟ 4 كتابات مصرية. اول كتابة هي معايا هي ايه؟ الكتابة اللي هي الهيروغليفية. الكتابة دي كانت بتلقب بايه؟ دي اول حاجة تعتبر الخط الرسمي للدولة، تمام؟ وكانت بتلقب بالخط المقدس. هي كلمة يونانية، هنلاقي ان الكتابة دي زي ما انت شايف كده قدامك، هي باينة في الصورة اللي قدامكم. لما تبص عليها كده هتلاقيها عبارة عن ايه؟ عبارة عن رموز. يعني ايه رمز؟ يعني ايه رموز؟ يعني شكل مثلا للحيوان او نبات او حتى انسان او اداة او اي شكل من الاشكال، ايه او اي شكل من الاشكال المعينة اللي كانت بتعجب المصري القديم، تمام؟ كان بيرسموا وبياخدوا حرف من الحروف علشان يعبر عن ايه؟ عن الكلام بتاعه، يعبر عن الكلام بتاعه اللي موجود في الوقت ده. يعني الانسان المصري القديم كان بيقعد يتأمل في الطبيعة، في كل حاجة حواليه، يشوف اي حيوان او نبات او انسان او اي حاجة تعجبه
يروح يرسمها وياخدها ايه رمز من رموز الكتابه. الكتابه الهيروغليفيه دي كانت الخط الرسمي للدوله، يعني زي ما بنقول كده ان اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للدوله دلوقتي. فعندهم كانت الكتابه الرسميه مش اللغه، الكتابه الرسميه للدوله طيب كانت الهيروغليفيه. تمام. طيب هنلاقي ان الكتابه الهيروغليفيه دي ليها طريقه كتابه. يعني ايه؟ يعني الكتابه دي كانت بتكتب من فوق لتحت او من اليمين للشمال باي طريقه، يعني كده في طريقه من فوق لتحت او من اليمين الى ايه الشمال، ودي الطريقه اللي كانت بتكتب بيها الكتابه الهيروغليفيه. كمان هنلاقي ان الانسان المصري القديم كان بيستخدم الكتابه الهيروغليفيه في الكتابه على جدران، جدران اللي هي حوائط المعابد والمقابر، كان بيكتب كتابات دينيه ماشي علشان يساعد المتوفي في الحياه الاخرى والحساب. المهم ان هو كان بيكتب اللي هو عاوزه على جدران حوائط المعابد والمقابر، علشان كده اطلقوا عليها ايه الخط الخط المقدس. علشان لو سالت سؤال وقلت لك بما تفسر ليه اطلق على الكتابه الهيروغليفيه اللقب الخط المقدس، علشان كانت بتستخدم في النقش على جدران المعابد والمقابر تسجيل ايه النصوص الدينيه او حياته او اعمال ايه الفرد. تاني كتابه معايا وهي الكتابه ايه الهيراطيقيه، الكتابه ايه الهيراطيقيه، وهي ايه خط رجال الدين، وشبه الكتابه اللي قدامكم في الصوره دي. تمام. طيب ايه الكتابه الهيراطيقيه؟ ما بين قوسين كده بنقول عليها ايه خط رجال ايه الدين. تمام. طب ليه خط رجال الدين او ليه سموها بالاسم ده؟ لان رجال الدين كانوا بيستخدموا الكتابه الهيراطيقيه دي في الكتابه على ورق نبات البردي، زي ما انتم شايفين في الصوره الثانيه اهو ورق نبات البردي. تمام. يعني مفيش غير رجال الدين هم بس اللي بيستخدموا الكتابه دي ويكتبوا يكتبوها على ايه، يكتبوا اللي هم عاوزينه على ورق نبات البردي، سواء كتابات دينيه او رسائل مهمه. المهم ان رجال الدين هم اللي كانوا بيستخدموا الكتابه دي. طيب تالت نوع معايا وهي الكتابه ايه الديموتيقيه، كتابه ايه الديموتيقيه، وهنقول عليها كده بين قوسين هي ايه الكتابه الشعبيه، يعني بتعرف بالكتابه ايه الشعبيه. طب ليه؟ علشان كان كل اطياف الشعب، كل اطياف الشعب يعني كل الناس اللي عايشه في مصر كانوا بيستخدموها. طب هل كانوا بيستخدموا الكتابه دي في حاجه معينه؟ فهقول لك لا، كانوا بيستخدموها في كل نواحي الحياه، يعني في كل حاجه، في كل تفاصيل حياتهم. تمام. اخر كتابه وهي الكتابه ايه القبطيه، واللي هي بنقول عليها اخر مراحل ايه الكتابه، زي ما انتم شايفين في الصوره قدامكم دي كتابه قبطيه، وظهرت كنتيجة مباشرة لتطور الكتابة الديموتيقية. تمام. وهي قدامكم بين ايه في الصورة، ودي مأخوذة من كتابة ايه الديموتيقية. طب ايه الادوات اللي كان بيستخدمها المصري القديم في يعني في الكتابة؟ كان بيستخدم ايه؟ اكيد ورقة وقلم. طب ازاي وايه نوع الورقة او القلم اللي كان موجود في الوقت ده وكان مصنوع من ايه؟ هقولك اهي قدامكم في الصورة الورق، ورق طبعا ورق نبات البردي، وطبعا احنا عارفينه، ودي قدامكم القلم. تمام. القلم كان بيستخدم الحبر الوان، سواء الحبر بيكون لونه اسود او ايه احمر، يعني كان بيستخدم اللونين دول اللي كانوا موجودين في الوقت ده، احمر واسود، اللي كان بيستخدمها المصري القديم. وبكده احنا خلصنا الكتابة، وتعالوا بقى ندخل على الادب. و ايه الادب ده؟ تعالوا كده نتكلم عن الادب. الادب يا جماعه كلمه تعني ان دي كتابات او نصوص نصوص مكتوبه، وكان بتعبر عن حياه المصري القديم، تعبر عن اشياء ايام المصري القديم. والادب ده كان ادب متنوع، يعني ما كانش ادب ديني بس، لا كان بيكتبوا في اكتر من نوع من القضايا اللي كانوا بيتناولوها المصريين القدماء. يعني كانوا بيتأدب ديني او ادب اجتماعي او ادب سياسي او حتى ادب اقتصادي، كانوا بيكتبوا في اكتر من نوع من انواع الادب. طب تعالوا كده نتعرف اكتر، هنمسك اول نوع معايا وهو الادب ايه الديني. احنا هناخد اربع انواع من الادب. تمام.
اول نوع من معايا هو الادب ايه الديني. ايه هو الادب الديني؟ الادب الديني يعني ادب كان بيستخدم في الحياه بعد الموت، تمام، الحياه بعد الموت. من الاخر كتابات بتساعد الميت في الحياه الاخرى، يعني الانسان بعد ما يموت ويجي يدخل في البعث والخلود اللي هي الحياه بعد الموت، تمام. فالادب كان بيتناول، الادب الديني كان بيتناول الكتابات من النوع ده اللي بتساعد الميت بعد الموت. والادب الديني ده كان بينقسم لايه؟ لاربع انواع، تمام، اربع امثله رئيسيه. طيب ايه هم انواعه؟ بص معايا، اول حاجه معايا وهي نصوص الاهرام، وهي النصوص الاهرام وهي زي الصوره اللي قدامكم، وهي كتابات او نصوص دينيه بتكتب على جدران الاهرامات زي ما انتم شايفين كده، تمام، علشان تساعد المتوفي او الملك في الحياه الاخرى. دي نصوص الاهرام. طيب تاني حاجه معايا اللي هي ايه؟ كتاب الموتى. ايه كتاب الموتى؟ اديه قدامكم اهو، ده اللي موجود قدامكم في الصوره اللي قدامكم. هو برضو عباره عن كتابات دينيه، بس كانت بتكتب على ورق النبات البردي زي ما هو قدامكم في الصورة، وبتوضع مع الميت داخل المقبرة، داخل المقبرة بتاعته علشان تساعده في الحياة الأخرى، تمام؟ طيب أما المثل الثالث معايا وهو الإيه؟ أناشيد إخناتون، تمام؟ أهو قدامكم في الصورة. أناشيد إخناتون، أناشيد، اما المثال الثالث معايا هو اناشيد ايه؟ اخناتون. وده كان اناشيد وصلوات كان بيحييها اخناتون على للاله مين؟ للاله الشمس او قرص الشمس، تمام. طيب اما ثالث مثل معايا وهي ايه؟ الاساطير الدين، الاساطير الدينيه. ايه الاساطير الدينيه دي؟ معناها من اسمها اساطير، يعني قصص خرافيه مش حقيقيه، خياليه، زي اسطوره دينيه اسمها اسطوره ايه؟ ايزيس ايزيس واوزوريس. طيب ايه الفايده من وراها؟ ايه الفايده من ورا القصه اللي مش حقيقيه دي؟ الفايده هو العبره والعظه. زي مثلا لما اقرا كتاب، الفايده اللي باخدها من وراه ان انا بطلع، ان انا بتعظ من القصه اللي انا ايه؟ اللي انا بقراها في النهايه، تمام. طيب يبقى كده عرفنا الامثله اللي معايا، واحنا كمان اتكلمنا عن اناشيد اخناتون، وقلنا هي عباره عن اناشيد كانوا بيكتبوها علشان يحيوا بيها مين؟ يحيوا بيها الاله اتون. اخناتون كان بيكتبها علشان يحيي بيها الاله اتون اللي هو كان بيعبده، اللي هو مين؟ قرص الشمس. وده اول نوع معايا من الادب اللي هو الادب الديني. تعالوا كده ناخد اللي بعده. عندي الصور كلها قدامكم مبينه ايه هو الادب الديني. كده ناخد نوع تاني من الادب وهو الادب ايه؟ الادب القصصي. ايه الادب القصصي ده؟ قالك عبارة عن قصص بتناولها الادب ده، سواء كانت بقى المرة دي قصص حقيقية، خلي بالكم من دي، قصص حقيقية، او حتى كان بتناول قصص خرافية غير حقيقية وخيالية. والادب القصصي ده كان بتناول قضايا في كل نواحي الحياة، سواء كانت سياسية او اجتماعية اللي كان بيعيشها المصري القديم، تمام؟ ومن امثلتها ايه؟ قصه سنوحي، قصه سنوحي، وزي اهي الصوره اللي قدامكم، الصور اللي قدامكم تبين قصه سنوحي وقصه ايه؟ البحار الغريب. قصه سنوحي وقصه البحار الغريب. طيب تعالوا كده ناخد تالت نوع من انواع الادب وهو الادب ايه؟ التهذيبي. الادب ده بقى بيتناول ايه؟ بيتناول نوع من انواع الادب هو الادب التهذيبي. الادب ده بيتناول تعاليم ووصايا اللي كان بيقدمها الفرعون لابنه، الفرعون لابنه، نوع من التعاليم او الوصايا اللي كان بيقدمها الفرعون لابنه، زي كده ما بابا وماما بيقدموا ليكم بعض النصايح، هو نفس القصة زي النصايح والوصايا اللي كان بيقدمها الفرعون لابنه، او حتى احد الحكماء او لتلميذه اللي كان موجود، يعني اللي بيبقى معاه، تمام. زي مثال مين؟ تعليم الحكيم بتاع حطب والهدف منها، او الحكيم آني والهدف منها النصح والموعظة، تمام. زي تعليم الحكيم بتاع حطب، او الحكيم مين؟ الحكيم آني. واخيرا بقى واخر نوع من انواع الادب وهو الادب المديح، وده بيعني كتابات مدح للفرعون او حاكم بيشيد باعماله او قدرته في ادارة الدولة.
زي مين؟ زي تمجيد اعمال الفرعون، وبيشيد تمجيد مين؟ الملك سونوسرت الثالث. الملك مين؟ سونوسرت الثالث، وهي صورته قدام. بكده احنا خلصنا الدرس ده، درس لذيذ وخفيف كالعادة. هنسمع الدرس كويس قوي مرة واتنين، وبعد كده نذاكر ونبتدي نحل انواع الاسئلة الكتير اللي موجودة قدامكم، علشان نكون يعني فهمنا الدرس كويس قوي وتركز، كون فهمنا الدرس كويس قوي تركز في دماغنا لما نحل الاسئلة. دايما بقول ان مذاكرة الدرس 50% فهم، ومذاكرة وال50% التانيين حل، لازم نحل. شكرا ليكم، واتمنى تكونوا فهمتوا.